لقد أصدرنا قراراً كما تعلمون أبنائي وبناتي بأن نبعثكم للدراسة في الدول المتقدمة. معماري، أليس كذلك؟ نعم، وأنت؟ ميكانيكي. جميل. منذ زمن وأنا أحلم بالذهاب إلى اليابان، وأنا متحمسة جداً لتعلم الأساليب والمهارات الجديدة في أمريكا، لكن في الهندسة الكيميائية طبعاً. أخي، سمعت أنك لاعبنا المحترف. نعم، كرة القدم هي شغفي في هذه الحياة، مثلك تماماً في البرمجة. لكي يرجعوا إلينا بما تعلموه ونبني بلادنا وبلاد غيرنا، هكذا تصنع الحضارات والبلاد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بالتوفيق يا أبنائي، فنحن ننتظركم بأحضان واسعة لنحقق معاً رؤية قطر 2030.